بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي طلاب الصف التاسع. اليوم موعدنا مع أمراض الجهاز التناسلي. إن شاء الله تنقسم الأمراض إلى ثلاثة أقسام: أمراض تنتقل دون اتصال جنسي يعني قبل الزواج، وأمراض الاتصال الجنسي يعني بعد الزواج، والعقم. أولا سرطان البروستاتا ينتمي للأمراض التي تنتقل أو تنشأ دون اتصال الجنسي، وسرطان الرحم وحمى النفاس. أما أمراض الاتصال الجنسي فتشمل السيلان والزهري والإيدز. أما العقم فمعناها عدم القدرة على الإنجاب. لنتذكر جميعا مع بعض أن البروستاتا تقوم بتكوين السائل المنوي الذي يساعد على زيادة حيوية الحيوانات المنوية وتغذيتها لتقوم بعملية الإخصاء. سرطان البروستاتا ينشأ نتيجة تضخم والتهاب غدة البروستاتا التي تحيط بالقناة البولية، وكما نرى في الجانب الأيمن الغدة أكبر من حجمها الطبيعي، الحجم الطبيعي في الجانب الأيسر، هذه البروستاتا الطبيعية. يحدث هذا المرض عندما تتكون خلايا غير طبيعية في البروستاتا وتنقسم وتتضاعف بطريقة لا يمكن السيطرة عليها. علاج سرطان البروستاتا يختلف حسب المرحلة، يصعب العلاج في المراحل المتأخرة لكن يسهل في الحالات البدائية أو في بدايات المرض، إذ يختلف بين الحالات الموضعية والحالات المنتشرة والمتقدمة. يتم علاج سرطان البروستاتا بالعلاج إما الهرموني أو الكيميائي أو الجراحي أو الإشعاعي، لكن لا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية. من خلال الشكل المقابل حنسأل أي الغدتين هي الغدة المصابة؟ أكيد الشكل ألف الأيمن. ما تأثير الغدة المصابة أو ما السبب في التهابها؟ تحتوي على أورام كثيرة تضخمها وتجعلها أكبر من حجم الطبيعي. طيب ما تأثير الغدة المصابة على القناة البولية؟ تضغط على القناة البولية فيصعب التبول ويصاحبه ألم ويضعف الانتصاب، يعني يضعف ممارسة الدور الحيوي بعد الزواج. من خلال فيلم قصير يستعرض بالصف ما هي أعراض البروستاتا: شعور مفاجئ ومتكرر بالحاجة للتبول، بطء نزول البول، شعور بالألم مع التبول، وجود دم في البول أو السائل المنوي، وألم بأسفل الظهر. ما دور التقدم الطبي أو العلمي أو التكنولوجيا في علاجها؟ ساهمت في علاجها من خلال إشعاع أشعة الليزر أو التصوير المغناطيسي للتشخيص والحقن بالبروتين الصناعي. نسأل الله لنا ولكم العافية. ثانيا سرطان الرحم، لا يصيب الأمهات أو الإناث، وسمى سرطان بطانة الرحم، وكما نرى في الصورة يوجد تورم والتهاب غير طبيعي في الرحم، ينشأ من الغشاء المبطل للرحم ويمكن علاجه جراحيا باستئصال الرحم المصاب، كما يمكن استخدام العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو الهرموني تماما كما في سرطان البروستاتا. حمى النفاس، المرض يسببه بكتيريا كروية تصيب الأم بعد الولادة حديثة الولادة، ويتم علاجه عن طريق المضادات الحيوية. لذلك الأطباء يوصون بضرورة العناية بالنظافة الشخصية والحيطة والحظر الطبي بعد الولادة حماية للأم والجنين والمولود. الأمراض التي تنشأ من الاتصال الجنسي: السيلان، وهم الأمراض المنتشرة والمشهورة في عصرنا الحالي وتسببه بكتيريا كروية، يمكن علاجه عن طريق المضادات الحيوية. مرض الزهري يسببه نوع من أنواع البكتيريا الحلزونية، ويبدأ بقرحة غير مؤلمة صلبة على الأعضاء التناسلية سواء في الرجل أو المرأة، وينتشر من شخص لآخر عبر الجلد أو اتصال الأغشية المخاطية. ويمكن لبكتيريا الزهري بعد العدوى الأولية أن تظل خاملة يعني ساكنة في الجسم لعقود يعني لعشرات السنوات، ويعالج المرض في مرحلته المبكرة بأخذ حقنة واحدة من البنسلين يعني بالمضادات الحيوية. يمكن للمرض إذا لم يعالج أن يسبب تدمير القلب أو المخ أو يهدد حياة المريض بالموت.
وينتقل من الأم إلى الجنين أثناء الحمل، وهذه هي بعض الأعراض الطفح الجلدي المصاحب له. مرض الإيدز هو مرض العصر وقد عافى الله المسلمين منه، يسببه نوع من الفيروس يعرف باسم HIV. هذا الفيروس يهاجم الجهاز المناعي للجسم، والذي يقوم بدور الدفاع عن الجسم ضد الأمراض. فيروس الإيدز يجعل الجسم غير قادر على مقاومة الفيروسات والجراثيم والفطريات من خلال إصابته وتدمير الجهاز المناعي، ويجعل فيروس الإيدز الجسم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة لأنه يكون بلا مناعة. عدد المصابين بالإيدز كان حوالي 40 مليون تقريبا، يقترب من 40 مليون، وينتشر بكثرة في بعض البلاد، وفي دول أخرى تم السيطرة عليه. والحل هو الوقاية والعلاج والتوعية والتزام الأخلاق الطيبة والفضائل والبعد عن الرذائل التي نهى الإسلام عنها. وهذه هي بعض أعراض الإيدز. أخيرا العقم، وهو عدم القدرة الزوجين على الإنجاب، ويكون بسبب مرض يصيب الجهاز التناسلي لدى الإنسان، أو وجود عائق أو مانع يمنع الإخصاب، يمنع وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة، أو أن عدد الحيوانات المنوية غير كافي. يوجد ما بين 10% إلى 15% من الأزواج بين جيل 18 و45 سنة مصابين بالعقم، نسبة كبيرة ومخيفة. باستخدام العلاجات الحديثة والتكنولوجيا، تمكن بعض الأزواج المصابين بالعقم من الوصول إلى الحمل والإنجاب. كيف؟ أولاً، سؤال يعترض طريقنا، متى يتم تصنيف الزوجين على أنهما مصابين بالعقم؟ إذا لم ينجح في تحقيق الحمل بعد سنة من ممارسة الزواج المنتظم أو المعاشرة من دون استخدام الوسائل الواقية للحمل، مثل الواقي الذكري وحبوب المنع الحمل واللولب وغيره. يعني بعد مرور سنة من الزواج، إذا لم يتم الإنجاب بعد سنة، نستطيع أن نقول أن هؤلاء الزوجين مصابين بالعقم، أو أحدهما على الأقل. من الشكل التالي، ماذا يمثل الشكل ألف؟ طبعا يمثل خصية. الشكل باء يمثل مبيض. ما الذي يتم إنتاجه من ألف؟ حيوانات منوية. وما الذي يتم إنتاجه وسحبه من باء؟ البويضة. ماذا نسمي العملية رقم جيم؟ التقاء الحيوان المنوي مع البويضة، هذه هي رقم جيم، هذا هو عملية الإخصاب. فسر رقمها. طبعا هنا الإخصاب الصناعي، يتم حقن وتثبيت البويضة المخصبة في جدار الرحم لتنمو إلى جنين، وتسمى هذه العملية بالإخصاب الصناعي، والتكنولوجيا والتقدم الطبي ساعد في هذه إعادة البسمة إلى هذا. هل من الضروري تغطية الحمام؟ نعم، وذلك لمنع انتقال العدوى. تمام. هنا مقارنة بين مرض الزهري، حمى النفاس عفوا، ومرض الزهري. تسبب الحمى النفاس بكتيريا كروية، والزهري حلزونية. أعراضه كما نرى، العلاج إن المرضان بكتيريان فيعالج بالمضادات الحيوية. هنا ما أهمية الهرمونات الأستروجين والبروجسترون؟ يحتاج الجسم إليهما بنسب معينة، حتى وإن كانت منخفضة، ليساعد على إنتاج الحيوانات المنوية في الرجل، ويثبت الحمل في المرأة، ويساعد على استمرار الحمل ونموه حتى الجنين، حتى الولادة. هذا هو ملخص الدرس، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم أبنائي، وإلى لقاء آخر في درس آخر إن شاء الله.